بس كده شايفين اهو كده خلصنا النهارده. مش هزعلك، اكبر حلة عندنا عشان بس تبقوا معايا بس ومصحصحين كده. حاضر يا استاذ، حط حبة ذرة ونحط شوية زيت عشان اسيبه على الحقف على البوتاجاز، شوية زيت كده مش هحط له ملح. ليه بقى؟ عشان احنا هنحط صوصات بقى. بص بقى الجمال، هو انا يا استاذ لو مسكت الطبق عبيت كده محتاجين حلقه والنبي لوحدها نعبي بيها. الفشار بقى ممكن تاكلوه كده، ممكن تحطوا صوص شوكولاته، ممكن تحطوا صوص كراميل. احنا عندنا صوصات سريعه كده جاهزه نحطها.